فنان شاب لوجين اسماعيل عم يشوفك اليوم بافتتاح فيلم ليليت، نحكي عن امنياتك بالسينما. والله هلا اذا بدي اقول لك، والله هو مشروع حياه، هو مشروع حلم، وفيلم ليليت هو خطوه على هذا الطريق ان شاء الله. يعني هلا انا جاي مع الجمهور لحتى نشوفه ونحضر الفيلم، ان شاء الله يكون يعني مثل ما سمعنا عنه باذن الله. وطبعا الشباب اللي مشاركين فيه هن ناس رفقاتنا كثير يعني، وانا جاي يعني هيك متحمس كثير. والاستاذ غسان الله يعطيه العافيه، طبعا اكيد تجربه قديمه كثير وطويله، فمتوقع ان شاء الله نشوف شيء ممتاز ان شاء الله. فالسينما يعني هلا شو بدي اقول لك، يعني يا ريت لو الكاميرا بتقدر تاخذ الناس اللي برا او العالم والزحمه الهي، فهذا شيء ببشر كثير يعني، وان شاء الله بنوصل يعني لمكان ما بنتوقعه باذن الله، وهذا الطريق يعني انا مآمن فيك. على صعيد الدراما التلفزيونية، شوية تحضيرات حضرتك للموسم المقبل؟ هلأ إن شاء الله في مسلسل اسمه وحدهم، إخراج أستاذ نجدة أنزور، هلأ إن شاء الله يعني هلأ بده ينعرض قريبا. باقي التجارب يعني أنا هلأ ما فيني أحكي عنها لأنه لساته قيد التحضير، وإذا بدك قيد الاتفاق يعني. نحكي عن مسلسل وحدهم، خاصة أنه هو مسلسل كتير بيسلط ضوء على المرأة السورية، وهي مجموعة سيدات بقرية بيكونوا وحدهم، فنحكي عن دورك، خاصة أنه أنت من الشباب اللي حيكونوا مؤثرين ممكن وموجودين بالعمل. تمام، مثل ما قلتي والله هو مجموعة سيدات، يعني نحن استغربنا ليش يعني حكوا معنا، لكن هو فعلا أكيد يعني بحاجة لأكيد شباب أدوارهم بسيطة تكون لحتى نضوي على هذا المكان، لحتى نشوف الفرق ما بين قبل وبعد، أو لما بيكون موجود لنقول إذا ما بعرف إذا الذكر أو الرجل أو أي شيء، أو لما بيغيب فشو ممكن يتصرفوا هدول النساء. طبعا بيهمني أكيد فكرة المسلسل، أكيد بتهمني، وهو كمان أكيد لازم نضوي عليها، فكانت مشاركتي بهذا المسلسل. باقي التفاصيل يعني نشوفها بالمسلسل إن شاء الله. شفنا لك نشاط مسرحي كتير مهم، إن كان مسرحية اختطاف مع الأستاذ أيمن زيدان، أو حتى مسرحية كأنه مسرح مع الأستاذ غسان مسعود، نحكي عن هيدي المشاركات وشو بتعني لك؟ هلا اول شيء بتشكرك لانه انت بتعرفي كل المعلومات، يعني شكرا كثير لك لانك متابعه يعني. طبعا المسرح هو انا خريج معهد عالي فنون مسرحيه يعني، فاكيد يعني هي دراستي والشيء اللي بستمتع فيه او اللي متعلمه او المكان اللي بقدر انا اعمل ما اللي بعرفه أكثر من اللي بتوقعوا، مكان للتجريب، مكان للبحث، مكان للمتعة كتير كبير. بهمني أكيد إن شاء الله كل سنة نعمل على الأقل مسرحية يعني. طبعا هاي التوجيهات كانت من أساتذتنا بالمعهد، وهن أساتذة لهم فضل علي كتير كبير، بتمنى أكون قد المسؤولية يعني. إن شاء الله كل سنة في مخطط أو مشروع لمسرحية. والتجارب يعني مثل ما قلتي تجارب مهمة مع الأستاذ أيمن زيدان، يعني أنا من فترة بس رجعنا من تونس، كنا عم نعرضها للمسرحية بتونس ولاقت يعني اقبال، لاقت كثير شيء لطيف من الجمهور، دعونا لنشارك مره ثانيه بهي المسرحيه نفسها، فانا كثير مستمتع بالنتيجه. مع الاستاذ غسان مسعود طبعا كذلك الامر، يعني ناس لهلا يعني بتقلي الحق عليك ليش ما خليتنا نحضر المسرحيه، لانه في ناس كثير ما قدرت تحضر بسبب الضغط، فيعني هي تجارب اكيد ضافت لي وخطوات كثير مهمه. هيك شو هي ابرز المشكلات اللي انت كفنان شاب موهوب ممكن بتعاني منها على صعيد دراما التلفزيونية؟ هلأ بتشكرك على هذا السؤال. هو صعوبات، هي صعوبات أي شاب سوري يعني، أي مكان، أي إذا بدك مو شاب سوري، أي إنسان سوري يعني. هلأ ضمن الظروف نحن شايفين كيف الظروف صارت أضيق شوي، الفرص صارت أصعب، صار في اهتمامات مكان تاني أو أولينا الاهتمام لشيء آخر يعني، وهذا بسبب الظروف. الوضع الاقتصادي يعني كمان مؤثر بشكل كبير يعني على الفن، وهذا ما فينا ننكره يعني، إن كان بالتلفزيون وإن كان بالمسرح وإن كان بالسينما يعني. يعني بدنا يمكن حل، يعني ما بعرف شو بدي أقول، بده يكون في حل كتير كبير على مستوى البلد يعني، لحتى كل المجالات فيه إن شاء الله يعني تتطور.